صاحبي راه ما كاين الحب راه ما كاين صرخ التمساح الديناصور شبهنا راسنا من بدا الحشر حنا مشبهين راسنا بجميع انواع الحيوانات كله الحمار البغل التمساح الديناصور صافي حيد كي التواشي التواشي هادي عجبك كي التواشي هادي اسطوري او ني لا بور فير لي بيتيز واش الدراري السلام عليكم كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في نهار جديد انرجي جديده ورياكسيون جديده واحسن رياكسيون في مجرات درب التبانه اليوم جينا ب 10 10 الحلقه ديال مرات السلطانه اللي كنا تاهي سكيبيناها في رمضان ورجعنا لها رجعنا لها باش نتفرجوا معكم ونرضيو الجماهير ونتسرضوا حتى حنايا حقا حنايا ما راضينش على هذه المهزله اللي كنعيشوا الحلقه العشرين لا ما شنو حمقاتنا في راسنا وبغات كاع تتقال الدراري واش وحدين وكان انت كتشرح لهم هو كيجي كيكتب لك في كومونتير هو فينا هي الحلقه عاد كنشرح لك عندهم في الحلقه الدراري شوف الحلقه السواله ديال الجزء الثاني وقيله بقاو اربعه راه فيهم بلوك ولا فيهم كوبيرايت المهم حلقه واحده مأكدين منها 100% الحلقه 20 اللي مور فاش كيموت عاشور المهم فاش كيقتلوا عاشور كيدفنوه اللعيبه راه تفرجنا له يعني صورنا الفيديو دونك الدراري غادي نحاولوا غدا ان شاء الله نصوروا الحلقه 22 اذا شفتوها ما تحطاش عرفوا راه البلوك عرفوا راه البلوك ولا شي لعيبه مي كاينه واحد الحاله بانه الموسم الثالث واقيلا ما فيهش كوبيرايت هادشي اللي عارفين دونك الا بغيتو نديروا هاد الدراري كتبوا لنا في الكومونتيرات ما بغيتوش نغيروا نحاولوا مع الحلقات اللي كاينين باربعه الا ما تحطات حتى وحده ندوزو نيشان الجزء الثالث نشوفوا شنو كاين الا بغيتو بطبيعه الحال حيت بزاف اللي قالوا لنا الجزء الثالث فيه دراما لعيبات دونك الا بغيتو الدراري هبطوا للكومونتيرات قولوا لنا واش صافا صاحبي قولوا لنا شنو كاين ولا بغيتو شي سلسله اخرى سيكتبوها في الكومونتير سير على الله سير الله مازال شي حلقه واحده اخرى ولا جوج ما تخافيش مازال فرصه الجينيرال مازال واحده اخرى لا لا السلطانه مريضه رازم كتعاني الامر راه تما ما كان حتى اشبار يا حكيم والو غتموت الرحمه يا مولاي الرحمه يا مولاي الرحمه يا مولاي زيدوا ديونا هذا كلا تخليهم واقفين تما كيشمح هيا كاع الحبس ما دابا ما جيتش للحبس شو شو علاش قلتي لهم هكا اني جبتهم وخلصت بريسون شارج باطل حتى واحد ما قدر يداويك منهم بلا نخليهم كيف كرهه في الحاقه صافي الحبس ليهم خير ما دابا واش يمشيو للحبس صافي نيشان ديال الهضره يا داويت في الحبس لا لا مسكينه فيها في شويكه أنا جبت لك الطبيب اللي قلت لك عليه هم جاو 40 40 جاو 40 قال لاختك وحتى واحد ما قدر يداويها درتهم كاع في الحبس راح رد الحبس كاع سبيطار بلاطوم يا ودي لا هذا هارب هذا هارب من هارب قبيح كيفاش زعما قبيح بغيت نقول لك بلي خشين خشين ناطي زعما خشين ولا رقيق انا واش خسر لي فيه انا اللي سوسيال يداوي لي زوجتي فهمت حب قلبو تداوى بروجي الغني عن التعريف مكتشف المصران الزايد ابن سينا بنسين ولد سين السلام عليكم يا اخوتي كيضرب اللغه العربيه وعليكم السلام ورحمه الله اين هو المريض طبعا في صال المريض انا مش مكتوب فيها كفر هي مكسله وجهها مرشوش بالبركوكس بالبركوكس يا برغم ما دواش اصبغها شنو يدير لا لا حبس 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 هانيش عندنا الحرمه في القصر كيفاش شد لها في يديه انا هادشي اللي ما كنفهمش الدراري هذوك اللي كيديو عيالاتهم لعند الطبيبه ما كنفهمكمش اخويا كاينه الطبيبه كيفاش زعما في اطار العمل زعما كاينش تلا في يديه في اطار العمل زعما عندكم عادي زعما خدمه ما عرفتش اخويا انا ما كيجينيش خدمه بالنسبه ليا لا زعما راه خدمه بالنسبه ليا لا ديك كاس ولد ما عندها طبيبه والله ما كانت مره لا ولدت مرتي صافا كمرة لا طيحنا في داك والله ما كانت مره لا ولدات ايوا صافي ولا هذوك اللي كيمشيو عند بلاتي ولا هذوك اللي كيمشيو عند الطبه ديال الامراض الخاص اختصاصي بالنساء كيمشيو عند الراقي ما كنهضرش دابا انا على الراقي اصاحبي كنهضر على كيمشيو عند الدار وكذا كدخل برجليه الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم في داك دابا كنهضروا على الطبيب الطبيب المختص في النساء فهمتي كتمشي كتدي له مرات كنت فرحان سعيد هكا كتقول له هكا قلبها بكل رجل داك الطبيب مرات زعما حتى هي عندها هانيه الحق عالم في شكل اخي انا كنحاول نفهم تدهور لا لا حبس 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 حنا عندنا الحرمه الحرمه صح هكذا وداويها اخبطت هنايا تحس الدم
في العروق. ليش؟ صافي. مولاي الملكة في حالة يرثى لها دبر عليه انها تعاني الأمرين من تسمم سببه لها الفطر. باش تضرب بالعربية. مولاي الملكة في حالة ما تعجبش. هاي عندها انتوكسيكاسيون تسمم على خاطرها كلات الشامبينيون المسموم. شامبينيون مسموم. تسمى كاين واحد في القصر دار لها السم في الشامبينيون. ديرها هذي. شكون هذا؟ لا الشامبينيون هذا مسموم دوريجين. اوريجين يعني من عند ربي. شتي؟ من عند ربي. وانت دخلت لي جيب لي شامبينيون جيب لي شامبينيون جيب لي شامبينيون هاني جبت لك شامبينيون ها وخرج لك شامبينيون من تيك تسمى دوك وتشكرا وتشوبين على هاي تحبي هكذا دوكا زيدي تهضري على الشامبينيون. يلا زيدي على الشامبينيون تبغيتي الشامبينيون. ودوك الحل كيفاه يا حكي؟ يا مولاي تعرف اني لكل دواء جستمو يا مولاي. يا برهان يرحب هذاك. لا خلي برهان يهضر. خلي كي يكونوا حكامه يهضروا هذا طبيب كبير عندك زوج وابنين وفهم نورمال ما تعلم تسمع. لا ما تقمع عليهش برهان. فيش ما تخطف. لا برهان لا راهو نسينا قدامنا. سين. هذا هو نسينا. شون سين؟ ابن سينا. ابن سينا. ابن سينا. سينا. سامحنا. حالات الانتوكسيكاسيون تحب لها حشيشه معينه. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. احنا عندنا هنا في المملكه راهي معمره حشاوي. شوفوا نقطه ولا زوج لابن سينا. اي خلاص يا مولاي يا مولاي الحشيشه هذه نادره وقليله وما هي موجوده الا في الحمانس. الصين يا مولاي. الصين. وين هذا الصين هذا؟ مولاي لاشين. لاشين. يقول لاشين ماشي الصين. تدري شناوا؟ شناوا؟ يا على بالي نعرفهم. يا خويا يخدموا يخدموا كلش سبحان الله حتى الحشيش وخدموا. با 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 تما كيفاش تحب نبعثوا نجيبوا شريطه تاع حشيش ولا كيف ندير ولا ربطه ولا يعني فسر لي كيفاش الكميه يعني باش نداويوها. اوكي الحل ان شاء الله. يا مولاي لاشين بعيده ياسر. ايه. باش نوصلوا لها تحب لنا خمسه شهور. خمسه شهور تكون ماتت. لا قدر الله زمالي تكون تكون وصلات. وصلات عند الحمانس في القبر. راسها راني معاك كيك راني معاك واش به؟ مولاي اسمح لي نروح. مازلت انا روح. انا بورهان قمعتي لنا بورهان صح. ما قمعناش بورهان. لا 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 زدت حبك طويله ان شاء الله. يعني وبالنسبة لي كيفاش؟ شنو تسمى؟ ما كاين حتى حل. الحبس. باغي تضرب الحبس. حراس. الحبس. الدواء يشيل الحبس. مولاي شرا كثير. هذا بنسينا. وأنا وليد بوعلا. هذا بنسينا زاد 980 ومات الله يرحمه 1037. صار ابن سينا. عندك الزهر يا ابن سينا. متي عندك الزهر التاريخ سلم. تفضل تفضل. الدار تصارخ يهضر عليك. تصارخ معلم. راه صح ما يكون غير الخير هذا. ما تقوليش غادي نموت. غتموت. اه غتموت غتموت. انت عمرك طول منه. هو كيموت وانت مازال عايش. هو غير البراني. براني حب البراني. ساعة الغطاء ديالي. فهمتي كان بامكان يداويها برهان. فهمتي اخي وقال برهان حتى كيداويها في هذه الحلقه عاد يبقى يعطيوها يداويها برهان. يمكن ما عرفتش حتى هذه الحلقه الثالثه. الثالثه هذه هذه الحلقه الثالثه. يحبوا غير ما يحبوش ولاد البلاد. صح الغلطه ديالي. الغلطه ديالي. انا لحياتي كامل وانا نخدم ونطور في المملكه هذه. تاع الصبر اخر جيبوا لي ابن سينا وانا يرمي ولي الماء. الماء صح. هو اسمه ابن سينا وانايا برهان. برهان لا فهمتي السميات. الناس عندنا الدراري واحد اللي عندنا اللي سميتهم بناني كيكونوا لاباس عليهم في المغرب. العلامي العلاوي هادو هادو كلهم كتلقاهم لاباس عليهم ديال بصح. الله ادريسي شعرك عمي برهان ما دير والو في بالك. الناس كاع متقلقه على السلطانه. انا كنا راني مقلق. برهان هذيك الحشيشه تاع لاشين ما كانش بلاد واحده اخرى نجيبوها منها؟ روح سقسيه ابن سينا. ها برهان ماشي وقت الغيره الله يرحم بوك. مع الاسف هذه الحشيشه هذه ما تنوض غير في جبال الصين.
بصح وري لي شكون اللي قادر يروح لطرف الدنيا. انا ديسيديت نروح نجيب لهاد الحشيشه، انا بغينا اختي المعيشه. بغيني نشوف اختي تموت قدام عينيا وما ندير والو. قال اسمك باش تبغيو المحاجب زعما ماشي ميم با بالسم. هادي موتة هادي هو اللي كيجيو يبغيو المخالف. قول لي خمام يروح لاش واش عندك عود ما عندكش بوراق وراك حبيت تروح للصين. هيا تشوف هيا هيا شوف الطريق شحال طويله وصعيبه. شحال اذا سلكت هنا من المقاطعيه راك رايح تطيح عند لي بيرا واذا وصلت القناه سميتهم قرصين اكثر من 3 شهور. وهذاك الوقت السلطانه تكون ماتت بيت الشر كحسبها بالشبه جوج شبرات وشويه هاني وصلت صافي. سهله كتصعبوا الحياه يا فارس. سهله صاحبي شحال شحال دار مش بالجوج شبر. الله 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 مسكينه تعاني الامرين. صح الحمد لله راكي خير واش عاشور اشنو الموت. راني حاسه ما رايحش نطول صافي غتمشي عند ربك وتعرف مرتك توقف على كل شيء. كتفرج صعبه عايشه غير هاد الصين وجد جنازتي من دوك. مانيش باغي يضحكوا علينا يقولوا جنازه ما وجدوهاش بالطبع. راه صح كان في الجناز. وعلاش راكي تفولي على روحك بالموت؟ علاش على شويه حب الشباب نضلك في وجهك حبيت تفكري روحك شكون يقول ماشي حب بجبل شباب مالك راسا ماتت مسمومه بالشامبينيون. الله الله في عمرها غير 29 عام صافي 30 زين ما كنتش معايا شوشو. الحمد لله ربي ما فيها غير الخير. الحمد لله ربي شوف لقمان مانيش باغي من نموت حسب بلي ما عندهاش يما. ياك البركه في يماتي ما رجعت. شوشو نبغي نطلب منك حاجه واحده. ما تزوجش كي عارفه كي عارفه مع مدرك يا راسان. انا لو كان دمون دي عيني نسلفهم لك. نسلفهم لك ماشي نعطيهم لك. قرعهم لك قرعهم. نبغي انك تتزوج فرح فرح يرحم باباك ممثلة الدراري اسطوري. شوفوا لي غريماس ديال وجهها صاحبي. شوف شوفوا الفرحه زعما مع انني كنبين بانني مقلق ولكن في نفس الوقت فرحان اسطوري. شو كي داير صاحبي يرحم باباك ما تزيديليش ما تزيديش تجيب لي هذا العذاب الهضره المليحه الهضره المليحه ويلي شوف الهضره المليحه. عجبوه الحال كتبدو الزواج كيفرح. رازان دارت له العصا في الرواب. الرقيصة الجريات فرحان. شوف الوزير كيختار منه الوزير كيتقلط مع الوزير. حلاهم جالسين في قهوة الشيشة جالسين في شرم الشيخ. إيه الوزير كيختار مولاي مولاتي عندها الحق سك زوج. القصر محتاج الملكة والهدالة بد الزوج. بدك تخمم في العرس وقت تخمم في الجنازه راك راه ما عندكش كاع وقت على بالك حاجه. تنساش هذه اوامر مولاتي وانا كوزير نطبق. وزيد مسالك صغير شباب شباب اوي فرح شحال من وحده تتمناك؟ شحال بزاف يا مولاي بزاف يا مولاي. عمل هكذا وألف وحدة تكون ما بين يديك. أي مالك سلطان شيخ السلطان عمل هكذا ما جاو كاملين جاو كله أمر مولاي وعلي الباقي. ما تنساش بلي الأمير لقمان يحتاج إلى وحدة تقوم به تتكلف به تخفف عليه غياب مولاتي. لا دغيا ولا كيقول له غياب مولاتي. أنا محتاج شي وحدة تتكلف به. دير بحال هذوك اللي كيدخلوا في فيسبوك كيكتبوا السلام عليكم. السلام انا سميتي صابر عازب ابحث عن زوجه تصراوها بين 18 سنه الى 22 سنه زيد شويه الى 30 سنه.
ام امي انا عيط لها امي في الاعز انا بكي بالدنقس وينو مهربو جا لقمة لقمة بابا عجبتك المشطة ديالي ناضي وشنو؟ عجبتك المشطة ديالي مشطة حلوة بزاف شكون اللي مشط لك هكذا؟ مشطت لي الخادمة ديالي جديدة خادمة دي ساقو عاد عقل وليدي ما تبقاش تهبل فيها ياك ما تديريش عليها شوية خفيف طبيح شوية مولاي الأمير لقمان ولد عاقل ويدخل في القلب وليا الشرف كتقوم به هذا العلون هذا عاقل ويدخل في القلب كل إنسان يحب واحد يسمع له ويحس به وأنا الأمير لقمان نعرف وش يحب صافي هذي صافي ولكن يخصك شي وحدة اللي أطيب لك فهمتي شي وحدة تكون طيبة بني نوري شو هذي زي كتشطح واش قلت مولاي نوري علم ماشي هاد الزواج قنديل خليني يرحم بابك حتى وحده ما ماشي تهضر لي على الزواج سيرتو في هذا الوقت شوف حتى وحده ما راه زانيه الغزانيه الاصل سي واش كيقول لك واحد اللعيبه هذوك الرجال اللي كيبغيو يتزوجوا على عيالاته كتلقى المره الاولى حافظ غير التعدد حافظ من الدين التعدد هذوك هما اللي الحل اللي كيفهم ما كنعممش فهمتوا الدرين اونت بارونتيز دوك صحاب الدين اللي كيعرفوا من الدين غير التعدد مع العلم انه التعدد كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حالات كان بسبب انه الحرب بزاف ديالو كانت العنوسه دونك بنادم كياخذ هذه اللعيبه واه ولي تبقي صافي طلق واش قلت مولاي علم ماش هاد الزواج قنديل خليني يرحم بابك ما تجيش تهضر لي على الزواج سيرتو في هذا الوقت ماشي كاع وقتو ايه شنو وقت هذا واش طارقين الريكورد الله اعلم الله اعلم لا طارقين الله أعلم الله أعلم أبطت صافة صافة ضمنات بلاصة أيا تنوض لك رازن كين نمر رازن كين وحش خاي باسل نوري نعم مولاي واش هذا يا خويا ما تعرفش الذوق تاعي ولا هذا راه مردفلة مشي أنا درته مولاي وشكون اللي داروا هذا شكون هو يدير له تعيف قصر هذا شكون مولاي انا اللي درتو ايوا نوض ايوا نوض يضرب شي دوار نوض يضرب بيت فولي ما ذقتش بنين ما خصني شي خاتم بحال هذاك ديال الرياكشن زعما مالك الرياكشن فهمتي عجبو حيت قلت حلو بلا شكر سبحان الله من الفوق نحب لاتاي هكذا حاضر مولاي عجبها لها بصح راني نشوف الحاله كاع تبدلت مولاي مازال تزيد تشوف شي حوايج صار عندك يدين نورمالمون يندارو في الميزي كي تلقتي شعرك هكذا فكرتيني في المرحوبه مرحوبه وخمس سنوات مازالها عايشه دجاج غير مرضوش ولا المرحوم هذاك اللي كيكون صاحب مع شي وحده كيتفارق معاه المرحوم مات في قلبي عالم اخر فكرتيني في المرحومه بصح مولاي مازالها عايشه دجا قتلتها المرحوم اما راني حاس بها مسكينه ان شاء الله ما يكون غير الخير مولاي بصح ماشي شاك سكوند مولاي مزابين هذه مولاي مزابين قولي لي شوشو هذا بيا من الفوق تعيطي لي باغ اكزومبل شوشو فيها تشوف فيها تشوف شوشو شال حلوه بلاتان قال باسل قال محلوش درت فيه السكر كاع مالي عجبتك المشطه تاعي طيب شكون مشط لك شابه بزاف مشطه لي خادمه جديده تاعي شكون هاد الخادمه ديالك تصامر اللي جابها قنديل جابها قنديل الله يبارك موني شو بكي تبكي بنتي عايش تبكي وليده ما ساقلوش الاخبار بان امو مريضه عايش تبكي تبكي كي ماما هي مريضه يا وليده عارف يمي راهي مريضه بزاف وواحد ما قدر يداويها ما تخافيش ماني ماش حتموت ماما وديجا قال لي بابا بلي انت اللي ولا حتموت على خاطرش انت عجوزه قال خير مالي يسود سعدو ايامو مرجانه مازالت بابيشه بابيشه العيال اللي بغيت نقولهم تما كبار
وصل عندهم. مور هاد الحلقة وقيلا الحلقة ديال المحاج يمكن موراها. واش كنت داير في الجبل تاعنا؟ ها خويا تهضر عربية وما تقوليش يا ودي جيت غير ندي حشيشة 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 برك هذا مكان. ياه باهي جماعة تخوف من الصبيان. واش داير في الحشيش تاعنا؟ اختي مسكينة طاحت مريضة ندي حشيشة هذا مكان. أنا مملكة عاشور العاشر وأنا الجنرال فارس اللي حاكم كاع العسكر هنا. شنو هي حشيشة مايا؟ المحاجب. الحشيش. شنو حطايا؟ هادوك؟ المحاجب. جبتهم عكاز الطريق هذا ما كان اي باش ياكل في الطريق المحاجب عجبوه انا كيعجبو من المحاجب وكدا حرز حارين شويه الى ما موالفش الهريسه بناء قال له راه نطق شو ما بين رائع ما بيضا بوصو شي قال برحمه الوالدي شنو يا ردي لي كيما هكا انا بنينه تاعكم مطويله انا اللي ركبتي السكر في الطونسيون معاك. كيفاش طيبتوهم هذوما؟ هذه مرجان الله يذكرها على خير. على بالك احنا المحاجب ناكلوهم بارتو في كل وقت. ها ولا ملاح المحاجب. جاوب قلنا شنو في جيوخ ياكلوا كيما. طيب الحشيش نعطيكم المحاجب. صراحه شوف بالروج ولا الخلاصه ديال القول ديال هذا المسلسل اللي شفنا بزاف ديال الحلقات منه والله الا اسطوريه. كيفاش الطريقه ديال داكشي متسلسل وانتم قيدتونا بقيتوا علينا ديروا هذه ديروا هذه ديروا حنا كنا باغيين نبداو كينموها من الحلقه واحد حتى التالي بقيتهم قيدين الحلقات المحاجب ديروا لنا هذه صدقنا صدقنا دايرين له ها الموسم الثالث ان شاء الله نمشيو بالترتيب الى 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 تحط امور مشيت من قبل ولو كان نطلقوك بعدتنا المحاجب صح هذا ما كان يلا شين نفرشها لك لا لا هذا هو السبب هذوك ياخذ الامور جديه ما عندهمش اللعيبه ديال الضحك ديال تقول له لا صافي قلتي له لاشين تفرشها له بالمحاجب تفرشها له بالمحاجب نفرشها لك من الطرف الطرف صافي دبر عليها انا بعد الحلقه موراها كي كيطغاو عليهم البكايات والطلبه يجوا منا ولا شو منا كيوجدوا البكايات والطلبه انت واش دير انا تريتر تريتر بصح قول لي حنطيب للعرس ولا للجنازه وانا نحوس بجوج في وقتنا هذا كل جنازه كل عرس طيب واحد على حشيه الدراري طيب واحد دراري انا على ما فهم انا كنقول اللي فهم سواء كانت صحيحه سواء كانت غلطه دونك لا اهتم انا الراي ديالي كمل كم انا كنسمعك اش كتشوف ليه مالك صح انا كنشوف في الجهه هذه نستناك تكمل الراي ديالك انا مكونسونطري معاك شوف داك الجهه صبر نسمعو مزيان ونقول لك الراي ديالي مزيان في وقتنا هذا كل جنازه كل عرس ديال بواحد واحد هذا لما فهمت بانه حاليا في الجنازات عندنا واحد تبدير الدراري بالرجوله بنادم كيبدا يطيب والعشاء الضخم بنادم كيشبع راه بنادم جاي غير يعز السلام عليكم لعيباس طرح الله يدير الخير ماشي تقضي على انت واحد ميت زيد زيد كتبرع الدجاج فين غادا صح مالك فرحانين بالمسيح شو كيعجبوني المصريين في هذه القضيه صراحه كيحط الكويست اتاي قطع الله يدير بركه فراسك داتي درنا ليله صافي الله يعاون الله يعاون صافي بنادم كيجي يتعشى وخرب الدم وكدا طلب وزروت كل جنازه كل عرس ديال واحد اسمع عندك حاجه بركة الجنازه نحي البنان اي روح كوزين عندي حيت البنان غالي زعما وانت واش ديري انت انا جيت نبكي هادو البكايات نشوف ناضيه اتصرات فيه اي خلاص 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 حبسي 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 عطيني السيفي تاعك السيفي عطيني السيفي تاعك شحال بكيا بكاس لا سيفي عمر بكى بكيت عند الملك شطيف في الجنازة تاع بنو وبكيت زوج بكيات ملاح في حياتي الأولى في مملكة حميستان والدوزيام المخيرة المخيرة عند الملك دحمانوس بكيتي عند دحمانوس ثاني خمس سوايع سونزار واو 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 أيا خلاص راكي معنا مقبول كلشي مبروك ستال بكى بالسيفي وكدا كلشي بالسيفي أنت شنو دير هذا طلبة انا غنيت في كل مملكه وكي سمعت بالعرس تاع مولاي عاشور فكرت المملكه اللي عشت فيها
قلت نجي نغني. والثمن تاعك شحال؟ 500 دينار عاشوري. اه 500؟ انت مهبول انت. هكذا راح نجيب جايك الماكسون من المملكه الجزائريه. جايك الماكسون. اصاحبي جايك الماكسون. ساعدنا شويه. مايكل جاكس. قال لي هذا عرس ماشي كونسير. نقدر نساعدك. عرس ماشي كونسير. 400 دينار. 400؟ اي خلاص تديهم. بس راح نديرهم لك مع حمامه. ما كاش مشكل. مع حمامه ما يوصلوك حتى بعد غدا. حتى شي عام. عام الفيل. واش غني انت؟ انا غني واي واي. واي واي. واي شو شنو هذه واي واي هذه؟ نبغي شعري يطرطق. انا راه اجلي. واي 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 عندهم شي حركات الدراري ما مفهوميش فهمت شنو كتبغيو تقصدوا بيه نضرب الطاق نضربك بالجبال اخو انا كيدير لهم التعليم كيفاش مولاتي باغيه تموت وانت تحاول تطرطق لها شعرك تطرطق لها شعرك غيخرج عليه حم وليك نطردقني فيه شي مصطلحات كتقولهم في الاغاني غير واي 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 لا فهمت يا دي صح الدلال والله إلا بصح ما غنى ما والو هو ما تقول ما غنى ما والو في البايب في واحد البايب في شكل عندك دراهم داك قلبي ما بغاش فهمتي كاين البايب ولكن الكلمات ما كاين البايب واي 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 الغنى تاع التخيل ولا ولي دار بهذا الغناء هذا ولي طونطون صحالي في تيك توك هذه ديون الملك الحبشة اللي ما قرر ما تحشكش حبيت تبهدلنا حبت عاود الزواج على مرتك باغي تزوج خليو السيد يتزوج ما مولاتي قادر يروح هكا على بالك مع من راكي تهضري مع السبت انت واحد ستوت ستوت بيضابو ما تدخلش كاع روحك بيضابو كلش راه من تحت راسك يا واحد مصفار مصفار خسارة عليك يا يمات مولاتي يا يمات مولاتي اضرب الله حقر النساء ما تحشكش حقر النساء على اخر كبرك حبت عاود الزواج على كبرك وبنتها مريضة صح انتم رجال كامل كيف ما فيهمش الثقه رجال هاي مريضه هاي ما تعرفش تجيب هاي ما تعرفش تهدر العود اللي توقف معاها تلقى لها الحل انت راك توجد امور ظهرها بات مولاتي شفتي شحال من اطباء جاب لها هاي هذا تفضل مولاي فاجيني يا نوري فاجيني شي كزدتي وخي حبس هذا احسن مردف لها هذا بصح حتى قلت لي بغي حلو بلا سكر انا على هنا حلو بلا سكر كيف هذا تا طيب نوري ماشي ماشي هذا دوك تكثر له الشكوره ما نعرف عمل له عمل له يا حبيبي بشتي هنا على بالك باللي بنتك هي اللي قالت لي زيد تزوج على غير ما كان لها تبقى ديري لي في السمير وتليمي لي في الغاشي هنا يا حبابك وزيد تكذب لو كانت تموت بنتها بعيد الشر عليها تقبلها تعاود لك الزواج انت كي تمرض مولاي مولاي راه راه فاهم جابتني واو بغيت نعرف شي المقصود من حيت ما غتكونش تدارت غير هكاك وامسا ما هضره ديكون انا صافي الهضره ديالك كترعفو فهمتي كتعرف الشهضر هذه هي المعنى ديالها ما نعرفش واش ما كتعرفش الشهضر ولا كتهضر نيشان داكشي اللي كاين كتقول داكشي الحقيقه كتقصفو ما عرفتش واش الحقيقه زعما المؤذن قالها لها راه مراته اللي بغات يتزوج او هضرت صح حبيت ديروا حاجه شابه واش راح دير تخلعها انت والو وما دير والو لا 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 سبعات يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يلاه على بالك مرجانا راكي زعفانه وراكي عيانه راكي عيانه خصك تمشي ترتاح من بعدك تروح ان شاء الله تونسي روحك شويه ترتاح ادي الحبس ايوا ترتاح اش بكم واش راكم ديروا لا يا مولاي عجبو الحال الوازي دا ضرب الحبس دا فين ترتاح مولاي راني راح شفت مولين مولاتي الجديده شنو باش نروحو نخطبوها ما تقدرش تعرف شحال راهم فرحانين عجبو بزاف يا مولاي فرحانين ومزروبين يعرسوا كيدي قلت لهم باللي انا ثاني راني مزروب مولاي تلقاو مدو اسمح لي على الازعاج قدو مركتو بلي مولاي راه مشغول مولاي مرقتش لي كامل يا مولاي وانا سهران ومكسر في راسي باش نلقى حل يا برهان يا برهان وعلاه راك تعيي في روحك خصو غيموت خصو غتموت وكذا المراه هذه اللي ربي كتب لها باه تموت باش نحمق انت راح تحيا حبيت تجهل حبيت تجهل حاشا يا مولاي مولاي كاين شي رجال بحال هكا بالرجوله الدراري كاين شي رجال اصاحبي خايف فريا بحال زعما
كيشوف مرتو هكا صافي خصو في اي فرصه الاولى خصو يتزوج. ما كانش في بالو، هي قالت له تزوج وجاته من جنتي. حتى انت كتبان لي فرحان هاد اللعيبه تعجبك ما ضرب على شي 11 سنين. لا لا مراتي لا مرضت نداويها بيدي انا لا ما لقاوش الحل. تبارك الله على الطبيب واللي طبيب ديك الساعات فري. هذا هو الحب اخي، كتعجبتيني دابا فهاد اللحظه. قلبنا عامر غنخليها دير فيا ثقه ونبرهن لك. برهن لك السي برهان. تفضل يا برهان. برهن لي ورينا شطارتك. شكرا مولاي، تبعني مليح. هاي الملكه. واشنو؟ اسمح لي حبيت نقول هذه تمثل الملكه. تمثل الملكه. مديت لها هذاك الشامبينيون المسموم وراهي مريضه، ودركا نمدي لها الدواء الجديد نتاعي. كيختارع برهان يا واد. مخترع الادويه باكي الخص. شفت يا مولاي؟ صاحبية هاي سلكت عبرت لي راسها. يعطيك الصحة يا برهان. مرسي راجل. شكرا مولاي. يلا ماتت. اي ماتت الملكة. قلت لها بعدين يا مولاي حبيت سلكها قتلتها وتمثل روحك البلوسينة، وعلى الاقل كي ما يعرفش يقول ما نعرفش. وحبيت تعطي اسبوع لمولاي. شوف كان تكمل هكذا ندخلك الحبس ونغلق اللابو تاعك، فهمت؟ اللابو اسمح لي ما عرفتش واش وقع. انا كنت سير باللي الدوان تاعي رايح ينجح. ما شنو وقع الملكه هذا ما كان. معليش كون غير جاود لعب فيه. تراك درت اللي عليه. لا مولاي زد لي فرصه واحده اخرى، ما نرقدش حتى نداوي الملكه. باش دكتور ثاني قاعد يقول لي برهان بزاف وحده راك دايم الله دايم الله قال لي ديسيديت باش تغلق لابو وراك عيان حدي كونجي ترجع شويه. بدا يلعب فيه خاطر الوزير. الوزير من اخطر نوع البشر. عجبني هاد الدور ديال السلطان. ناضي اصاحبي دير له ما دير له ما سير كدا حتى هو تحرك هكا في الرياكشن. فهمتي كندير له نتوما كحز هكا خليه. واه 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 عجبني هاد الدور هذا. حسن لا 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 مسكينه كيولات فاش مات. حسن متي متي ما ماتتش. لا مازال خلعتيني على بالك. ما تخافش انا عادك شاده. شوف انا تركي روحك شويه يدي في الرخي. لا شيء لا شيء سهلي 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 موتي دغيا. شنو قلت لك باللي راكي خير من البارح وجهك راه منور على بالك. منور على بالي راك تسعفي يا عاشور. لا لا عادي نضرب معاك بشويه بقلبي. واش بك؟ ما باقيش بزاف ونروح. وين تروحي وين تروحي يا راسان وين؟ خاصك نقول لك نموت عاشور بعد الشر. صح قول لي كيش راهي الحاله في المملكه؟ راه مساكن راهم كاع حزنانين عليك بالبيان. الله الله كلشي الكلام اللي قلته لك ما نسيتوش. ما نسيتش تاع الزواج؟ لا على وليدنا لقمان. لقمان او بيان والزواج؟ هضرناها على الزواج يا اخي. ما في شده في كلمتك. مش مسواج نسيت. ايه ما تخافش راني عادك شده في كلمتي. شي راني خايف. انا مانيش خايف. ما خايفش ني عليك انا. بس كنت انت حلفتي وعلي راك مريضه. راني خايف بس كي تصومي ثلاث ايام تمام. اسمح لك اسمح لك راني قتله. لا 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 شنو واقع؟ حلقة حزينة. مرحبا بك عندنا. جاي خطب. الله يسلمك. كل شيء راه واجد هكذا. تسمعوا تزوج عطنا. قول لي ما تبقاش مراه. اخي درت واش وصيتك؟ ما تتناس مير قدام الشعب. قلت لك هاني يا مولاي حتى واحد ما راهو سامع. ما ليلة هكذا قدروا نبدا. بدا؟ غير الخير. كيفاش انقطعت يدك؟ مولاي انت اللي امرت باش نقطعوا له يد. مولاي انا صحيح مولاي انت اللي امرت باش تقطعها لي. علاش شنو ده؟
الغلطة ديالي اني ما صفقتش عند خطابكم. ياك عرف بلي يد واحدة ما تصفقش. شفت واش يصرى واحد اللي ما يصفقش. ما صفقش فاش؟ معليش المهم. ما عرفتش فاش ما صفقش فيه قطع له يده. الغلطة ديالي اني ما صفقتش عند خطابكم. عند ياك عرف بلي يد واحدة ما تصفقش. ما سمعتوش شنو قال. الغلطة ديالي اني ما صفقتش عند خطابكم. عند خطابكم. عند خطابكم. كان كيخطب وما صف. وما صفقش. ما تصفقش. بحال داكشي ديال الكوري واحد اللي ما يصفقش. ديكتاتور. واش عندك تطلب؟ مولاي جيتنا بالحسب والنصب في خطبة بنتنا سمر. وانا راني قابل كل الشروط. هما اللي كيخطبوا. علاش؟ لا مفطركم. اي بلا نبداو الفاتحة. بسم الله. مولاي. ما تقراش الفاتحة. انا بالي بلا راكم هنا. واش كاين؟ مولاي الملكة. واش بها الملكة؟ الملكة راهي. حبس. مات الله يرحمه. وزير تبع لي راه فاقس مش الله يرحمه. مشات لها الهوته. باه مشات لها الهوته. مشات السلطان. الله مولاي كنت نسمع فيك. على بالي يا برحان يا اخي جات عسال جات سهلة مهلا يا مولاي ما حسيت هذا خطر بويلو. يعطيك الصحة برحان تراك درت لي عليك مولاي. ما بغاش يسمع شنو يقول ويسحبوا ماس. مولاي فارس جيت كيعزي وديكم شي انا شو فاقت. راني فاهمك يا مولاي كل شي مشى في الزهرة. خاطر صاد السوق اللي كدير فيه بدات تبره. راك عايشه الحمد لله هكذا ولا اكثر. سلامه البرهان وخويا العزيز اللي دبر على هذيك الحشيشه. شيشه بوبيش قتل البرهان قتل فارس. سلامه راسك. مالك شوشو راكش فرحان لي بريت؟ لا انا موت بالفرحه. موت بالفرحه. أنا ميت بسيطة. ما تخممش راني هنا. ماليش كاع نخطيك. جامي ما نسمح فيك. دبر عليا. هاد لي زوبسيون. هاد لي زوبسيون. صح قولي شوشو. ما تزوجتش عليا ولا دبرت على واحد أخرى؟ أنا قريب ما تزوجتش عليك مهبول. مهبول. مولاي. العرس. أنوني. أوف. دبر عليها نوري ديما ديما كيجيبها صافي البوس ديما كيجيبها سالا نوري دائما الدراري يجي معاه مالك اللقطات الاخير ما كيدبر عليها الدراري هادشي اللي كاين هاد النهار تسناو فيديو جاي تشوفوا فيديو جاي تهلاو لي فراسكوب بيس